بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، يا أبناء شعبنا العراقي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة، ومعكم خادمكم وابنكم أنور حمداني. وأبدأ الرصد حتى هذه اللحظة والساعة الآن ب9:06 بآخر المستجدات على المشهد السياسي العراقي. فقد أعلن بأن مجلس النواب العراقي اختار مجددا يوم السبت المقبل لاختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، يعني السبت المقبل أيضا برقبة مجلس النواب. اللي جاي يوصلنا حتى الساعة أن الكل متمسك بمرشحيه، والبعض يقول بأطراف الإطار أنه أو إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة يقول إحنا ننتظر رأي المحكمة الاتحادية. يعني إذا فكرنا بها، باشر جمعة مو أستاذ أثير زميل المخرج، والسبت أكو دوام؟ ماكو دوام بالعراق إلا إذا صار المحكمة الاتحادية. شو وقت تطلع قرارها إذن؟ الأحد أو الاثنين. بهيك حالة إذن السبت مجلس النواب سيتجه إلى تأجيل الجلسة، أو إلى تأجيل الجلسة لاختيار الرئيس، أو الأو شنو وراها أو جواها خطين حمر، أو ستتغير أسماء المرشحين ومنهم الشيخ شعلان الكريم في 24 ساعة الأخيرة. نقطة السطر. وهناك دلائل بأنه قد يكون هناك توجه لتقديم اسم جديد، ونرجو الله أن يكون هذا الاسم قد المسؤولية وأن يحظى بقبول الجميع، لأنه رئاسة مجلس النواب يجب أن تلتئم، يجب أن يتم اختيار رئيس جديد حتى العملية التشريعية تسير باتجاه إقرار القوانين المعطلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية، منها قانون النفط والغاز، منها قانون العفو العام اللي عوائل السجناء الأبرياء جددوا المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، وجددوا اختيار موعد جديد للتظاهر في بغداد يوم 2 شباط المقبل. فهذه آخر المستجدات بهذا الملف. الملف الثاني شنو؟ البارحة يعني الأخ وزير الخارجية تحدث عن وصول رسالة أو استلامة رسالة من الإدارة الأمريكية، أو يعني من الجانب الأمريكي لو تحدثنا عن طرفي معادلة هما العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وطلعت التحليلات رسالة غامضة، رسالة غامضة، ورسالة عمي لا الرسالة غامضة ولا هم يحزنون ولا أمريكا عندها شيء جديد. والله العلي العظيم يا عراقيين يا السياسيين يا المحللين السياسيين، خفوا علينا يرحم والديكم، الرسالة مو جديدة والحكي ما بها شيء جديد. أمريكا هي هاي أمريكا تلعب على 100 حبل مو على حبلين. أمريكا مو ويا أحد. أمريكا لو تريد العراق يستقر كان أصلا ما غزت العراق بال2003 يا جماعة. أمريكا هاي، وثانيا أمريكا الآن في العالم بأضعف أحوالها، بأضعف أحوالها بوجود الرئيس بايدن، بأضعف أحوالها. فأمريكا يعني لا هي رسالة تهديد، هذه رسالة تهديد وخلاص، والنظام السياسي بالعراق لا عمي كل شيء ماكو، والله احنا مخوفين في نفسنا، السياسيين مخوفة والدنيا كلها شكوا عمي، والله نرجو السياسيين خلاص اخذوا عوائلكم روحوا السوق واقف واحضروا المباريات يا عمي، بس لا تروحون فقر على المنتخب ويخسر. بس يا عمي والله العظيم ماكو شيء، عش خايفين السياسيين؟ وليش خايفين؟ شكوا رسالة أمريكية حالة حال ما أي رسالة تجينا من دولة الصومال الشقيقة، حالة استتعامل وياها حسب مصلحتك الوطنية. معدنا ائتلاف اسمه إدارة الدولة، معدنا رئيس مجلس وزراء قائد عام قوات مسلحة الأخ السوداني، شو خايفين؟ والله أمريكا دزت، وإذا دزت رسالة شنو يعني؟ وشنو فحواها؟ بلكت كلمتين منا كلمة من شكو، شنو الجديد؟ يا عم احنا جلدنا مدبغ، يعني ما يحتاج هاي السوالف، يعني ما تأثر بعد على العراق. ولهذا أنا أريد أقول برسالة مباشرة للأخ رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة الأخ السوداني، أرجي بصورته، أخ السوداني اتخذ القرار الذي فيه مصلحة العراق، نقطة راس سطر. أنت أعرف أنت ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا كليتنا كعراقيين بحدود 40 مليون عراقي برقبتك أنت، الله راح يوقفك ويسألك. أنت أخي رئيس مجلس الوزراء اتخذ القرار اللي به مصلحة العراقيين، لا مصلحة أمريكا ولا مصلحة إيران ولا أي دولة.
اتخذ القرار، انت القائد العام للقوات المسلحه، انت المسؤول التنفيذي الاول، انت رئيس مجلس الوزراء، والشعب العراقي القرار اللي اتخذه اذا كان بالفعل يخدم الشعب فالشعب كله وراك، كله مساند لك، وما لك علاقه ببقيه الاصوات، اتخذ انت القرار. انت شوف اللي بيصالح العراقيين اختاره واحنا وياك، كنا كعراقيين. هذه الحقيقه. اذا شفنا القرار لمصلحه العراق كليتنا موالاه ومعارضه ويا رئيس مجلس وزراء القائد العام للقوات المسلحه. هذا لازم هيك نحكي. اما رساله غامضه والناس عمد روح السوق وقف روح. كنت ياكلكم رسول ابو القوزي. تحياتنا للرسول. حقيقه اريد ارجع اليوم الى رساله عن البرامج الرياضيه و الزملاء المبدعين في قناة دجلة الفضائية الغراء. أنا البارحة استمعت لما جاء في برنامج استوديو آسيا، أنا شوي خطأت البارحة قلت استوديو الكاس، استوديو آسيا للإعلامي الرياضي العراقي العربي الكبير الكابتن حيدر زكي أبو آدم، تحياتي واحتراماتي إليه. يعني حقيقة قناة دجلة الفضائية الغراء تتميز دائما، واحنا نقولها بصراحة انه احنا دائما نشوف هذا التميز الذي كان بوجود رؤية اعلامية للأستاذ الدكتور الأخ العزيز الدكتور جمال كربو المحترم، ووجود واحد من أهم المخرجين العراقيين والعرب هو الأستاذ المخرج محمد العبيدي كمدير عام وكل كوادرها. فتحية لهم وللكابتن حيدر زكي يوم أمس في برنامجهم المباشر لكل تك عراقيين التابعة، وأيضا التحية للكابتن المدرب الدولي الكبير حكيم شاكر، روحنا هسه صورة الكابتن حكيم شاكر أيضا تحياتنا إله. وخلنا نسمع إيش قالوا البارحة، أرجع لزمن المخرج في تعقيبهم على ما تحدثنا به في استوديو التاسع. أقول شيء، يعني اختيار قناة دجلة للكابتن الكبير العالمي رابح ماجر وأخوي المتألق علاء حبيل والكابتن عبد العزيز والله العظيم، ولك صورة في الموجودين، ولك صورة في الموجودين طبعا، يعني فد شيء يعني بالفعل شكر كان ماضية حتى أكد صحتك. يعني تسمح لي أحكي غير؟ تسمح لي؟ لا يعني أنا هسه قاعد وقناة الفلوجة وبلسان الأخ أنور الحمداني اللي مثل ما رفع عقاله إنه يعني أنا أوقف له تحية وسلام وتقدير لما قال عن البرنامج وعنكم كلكم. أنور الحمداني تحياتي. أستاذ أنور الحمداني وقناة الفلوجة. وصلني المقطع بسبب البرنامج ما سمعته. زين أنا هسه هذا المقطع وصلني دزولي إياه، يبعث لكم التحية والسلام ورفع العقال لكم كلكم جميعا، يعني يشوفوا المقطع. لذلك يعني أنا باسمكم يعني أقدم له الشكر والتقدير والاحترام، ولذلك أنا من دافعت عن الإعلام العراقي هو هذا الإعلام العراقي المهني الحر الشريف المخلص الشجاع اللي واكب العراق بالظروف الصعبة الشجاع. ناس دائما تحياتي يعني كل آراءه من عنده خلاص إيه من عنده يعني حين. وبالمقابل تحياتنا وسلامنا لكم، رفعة العقال لكل واحد يشتغل من أجل أنه يزرع الابتسامة على شفاه العراقيين وأشقائنا الخليجيين وأشقائنا العرب. يعني أنا أحييكم بالأسماء، الكابتن ضياء حسين تحياتي واحتراماتي إليك، الكابتن سعد حافظ، الكابتن سعد عطية، الكابتن علاء حبيل. أما أنا بالنسبة الاثنين أريد شوية أوقف يومهم، الكابتن عبد العزيز العطية تحية إليك، وذاك اليوم المشكلة صارت يا عبد العزيز ويا المدرب الدولي حكيم شاكر، هي هذه الروحية الرياضية. يعني احنا ما نريد مثل ما بعض للأسف فهمها كأنه إساءة منا او منا، ماكو إساءة، بالعكس انتوا اثنيناتكم اخوة واثنيناتكم اشقاء، انت ابن الكويت دولة الكويت الشقيقة ورفعة الراس الى ولأهلها الكرام أميرا وحكومة وشعبا، وهو كابتن حكيم شاكر ابن العراق وابن هذه القاع المعجونة بدماء العراقيين الذين دافعوا عن العراق وعن العرب جميعا. فإحنا نحييك يا كابتن عبد العزيز العطية، وأنت أصلا كنت ضيفنا السنة اللي فاتت في استوديو التاسع ونفتخر لما ضيفناك، وكنت ويانا بالبصرة الفيحاء، فتحية لكم وبارك الله بجهودكم، ونرجو أن لا يكون هذا اللبس أو سوء الفهم، ما صار يعني سوء فهم لا أكثر ولا أقل، أن لا يفهم كثيرا من أشقائنا في دولة الكويت وأن تخرج يعني البعض منددا، لا بالعكس إحنا نفتخر بكل كويتي، نعتز بكل كويتي مثل ما نعتز بكل عراقي وكل عربي
بكل خليجي، بكل مواطن من أمتنا، أمتنا العربية إن شاء الله. وحقيقة أردوغف أيضا اسم كريم آخر، اسم كبير، تحية إله ولشعب المليون شهيد، شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأعني الكابتن رابح ماجر اللي إجانا ضيف كريم للبغداد وشفناه في استوديو آسيا عبر قناة دجلة الفضائية الغراء. صاحب الكعب الذهبي، صاحب الكعب الذهبي، خلينا نذكر بالله بشي من بطولته. كعب الذهبي وأول من يحقق الإنجاز التاريخي كأول لاعب عربي وأفريقي يفوز ويسجل في نهائي أعرق بطولة أندية في العالم، دوري أبطال أوروبا. إنه الأسطورة الجزائرية الذي تم اعتباره أفضل لاعب عربي في القرن العشرين بعد أن صنع المجد في الملاعب العالمية وحصل على الكرة الذهبية الأفريقية ليخلد بذلك اسمه بين أساطير الكرة العربية والأفريقية وحتى العالمية حتى يومنا هذا. اليوم موعدنا مع رابح ماجر. فرابح ماجر يعني نورتنا ببغداد مثل ما احنا نفتخر بنجومنا، يعني احد الكبات الموجودين هذا اللاعب الدولي الكبير يونس عبد علي. تحياتي واحتراماتي لك كابتن يونس، انت فخر الملاعب العراقية والخليجية والعربية، ونفتخر بيك وبطولاتك وبتحليلاتك، مثل ما نريد نقول رسالة للكابتن رابح ماجر لما البارحة يقول والله انا كان عندي امنية، سمعت بالبرنامج يقول عندي امنية اريد العالم العراقي احتفظ به. سمعوا ايش قال. انه صاحب الكعب الذهبي وأول من يحقق الإنجاز التاريخي كأول لا أقول هسه فتسر، يعني هذا يمكن أنا من أخوي حيدر، يعني كابتن رابح من إجا اللي هو كان حاجز اليوم 25 يعني باكر طيارته، باكر طيارته صحيح. الكابتن رابح راح يبقى، لو كان هنالك شيء يضايق الكابتن رابح كان ما بقى، يعني ولا أنه مدد إقامته. فهذا شرف إنه كبير أنه مع كل هذه المشاكل، لأن هو يعتبر نفسه عراقي موجود هنا، يعني ومن حقنا نسولف على البرنامج ولا يهنون الأخوة عبد العزيز والأخ علاء حبيل، يعني جيران وأخوة وأقرب. يمكن كابتن رابح هذه أول زيارة إلى بغداد، ترى ولو ما حب الأجواء وحب هاي اللي إحنا عايشيه يوميا وهاي الضحكة والبساطة مستحيل يبقى. صحيح. والله هذه حقيقة، الكلام اللي تقوله حقيقة كلهم القلب، لأن أنا موجود في قناة مع إخوة، ولذلك والله العظيم ولذلك أول مرة حسيت نفسي واحد منكم، ولذلك أنا شو أقول لك والله العظيم، والله العظيم أنا شو أقول لك، الأسود كل الأسود أنتوا إخواننا العرب، ما يلوق لكم غير بس العرين، وهذا عرين الأسود، العراق عرين الأسود. عفي عليك كابتن حكيم شاكر، نعم العراق عرين الأسود، وحياكم في العراق دوما، ولهن بالجزائر الحبيبة الشقيقة، بلد المليون شهيد، بلد الأبطال، بلد الكرام، بلد المضحين للجزائر وقيادتها ورئيسها وشعبها ورياضيها، ولرابح ماجر. مثل ما أنت تفتخر بالعراق وتفتخر بالعلم العراقي، إحنا نفتخر بالجزائر وبشهدائها وبعلمها وبشعبها. وتحية لك من استوديو التاسعة، نرفع النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقوفا. روح.
بارك الله بكم ويستاهلون أهلنا بالجزائر الحبيبة. أبدأ أروح الآن إلى ملفنا اليومي، ملف قانون العفو العام ومطالبتنا به وكافية البرلمان حلها يرحم والديك. أنا قلت حكاية ذاك اليوم أريد أوضحها شوية همين. أنا قلت بعيدا عن المطالبات، أنا أعرف يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، رئيس البرلمان من يجي، أي رئيس برلمان من يجي يعني حتى لو يوعد، لكن ما راح يكون قانون العفو العام أول قانون يشتغل عليه. ليش؟ حتى يخاف من أنه يصير مناكفات، يصير هذا، فيقول لك أنا ما أريد أبدي بملف يستفز أو أستفزهم به الأطراف. عمي ليش تستفزهم؟ هذه لله سبحانه وتعالى، ترى الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. صح أنت تريد ترضيهم، يلا أرضي لك رائد أسوي قانون نفط والغاز. أنا أقول لك أرضي فلان طرف أسوي لفلان قانون، أرضي فلان طرف أسوي المحكمة الاتحادية، وخلي العفو العام ثالث خطوة. أيا كنت أيا كنت، والله سجلها من أخوك أنور الحمداني، أيا كنت رئيس مجلس النواب، قر قانون العفو العام وطالب به، صار ما صار عند الله كبيرة، وإن شاء الله تبقى بالبرلمان 24 ساعة بس الطالبة تقول أريد قانون العفو العام، وقلب الدنيا عليهم قلهم لا قانون العفو العام للأبرياء. أرجوكم أرجوكم لازم نسوي، لو يقيلوك يا أخوي لو يقيلوك عند الله كبيرة ما لك علاقة بردود الفعل، بس عند الله كبيرة يا عمي. لو صير لك ساعة رئيس برلمانهم راح تبقى الناس تقول لك سيد الرئيس حقيقة، بس والله أطاء هذا فلان طرف داري بذاك فلان، بيعوها لله بيعوها لله، عند الله ما تضيع، والله عند الله ما تضيع سبحانه وتعالى. أم أسامة حياك الله بالكلمة. حياك الله وجزاك الله عنا وعن ولدنا ألف خير. أستاذ أنور خليك الله تعقيبك كلمتك بالله على كلمتك على اللي قلته إيه؟ لا قبل التظاهرة إني أخي سويها أيا كنت أيا كنت رئيس، بس رئيس يرجع يقول لك أنا ما أريد أستفز الباقين، فخلي أبدي بقانون فلان شيء، قانون مدري شنو، اتفاقية مال تمر، اتفاقية مال بصل، وبعدين عود أوصل بالتدريج. بينما أنا أقول له يا أخوي دي سويها لله إن شاء الله يقيلك بعد 24 ساعة. أنت شنو تقييمك الكلامي أمانة الله؟ والله يا تقييمي احنا انصدمنا، يعني بعد ذيك الوعود اللي وعدناها، وبعد انه التظاهرات اللي طلعنا وصوتنا اللي وصلنا والمظلوميات الموجوده والابرياء اللي تموت بالسجون، هم رجعنا لنفس المماطله والتسويف. يعني الى متى واحد يخاف الله بهالولد هاي اللي يركضون بس قراراتهم ما عن نفط على الغاز على الموازنه الاشياء اللي تدخل فلوس زين، والارواح والابرياء هذا الشعب اللي انظلم. احنا فئه حيل كبيره مظلومه يعني مو قليلين. هسه انا والله تفاجأت هم يقولوا لي مو على جدول الاعمال، ايش بعدين الامور يعني ايش وقت تقولون اكو ديمقراطيه ومن حق الانسان ان يقرر او البرلماني ان ينادي فشي حتى لو هو ضد راي بعض النواب، واحنا مو قليل عندنا، هسه عندنا 186 نائب، يعني كلهم ذولا باصمين على العفو العام، ذولا كلهم ويانا نص البرلمان تقريبا، ايش تنتظرون؟ ايش تنتظرون؟ لانه هذا القرار تابع الناس ضعفاء وناس ابرياء وناس بالسجون، ايش وقت انتم هسه دا ابلغهم؟ والله هاي المماطله مالتهم وهذا التسويف، الاولاد من الصيف يخابرون اللي يقول راح نحرق نفسنا، ذولا بالسجون بالبطانيات، يقولون نسويها ونسوي فرجه للعالم، لو ننتحر، لو نسوي اضراب، وهسه اخر شيء قرروا اضراب عن الطعام، واحنا شفنا بذاك الصيف، يعني من خابت املهم، ما حد يوقف لهم. فايش وقت احنا راح نطلع مظاهرات يوم احكي لي على التظاهرات وعندك كلمه اثنين راح نطلع وتحشيد وما راح نقعد نهائي، واناشد الابهات والامهات واناشد السجناء نفسهم، اذا كانوا اهلكم نسوكم فهذا بحث اخر، واذا كانوا لسه معتبريكم ملتكم خلي يطلعون، مو بس ابن ام اسامه وابن ام رامي وابن مكرار وابن مقتدى او مقداد
ذولا غالي والباقي كليتهم رخاص عليهم. اطلعوا كلكم اطلعوا يا ناس يا عالم، ولدكم ده تموت بالسجون، ولدكم راح يسوون اضراب، ولدكم يعني شبه احياء، التدرن اكلهم والجرب. عينونا وطلعوا اطلعوا ساحة التحرير يوم 2/2 وهي هاي طلعة ان شاء الله تكون حاسمة، لان صراحة احنا الامهات الكبار بدت والله العظيم لانصابت بامراض واللي ماتت. اليوم احنا موجودين وده النادي من شنو خايفين؟ ليش قاعدين؟ انتوا المحافظات توجهوا، ولدكم مو كلها واخذيها، مو كلهم دا يموتون. باكر ام سامة ماتت وذاك من هو يداعب ولدكم؟ اي خيسون والله ويذبوهم بالثلاجات وعلى الزبايل. لعلمكم دا يموت الميت بالسجن ويذبوه جوا الجسر. اش وقت انتوا الاهالي؟ انا هسه مو البرلمان معتب، ما عندهم ولد مسجون. انتوا الاهالي اطلعوا اطلعوا بمظاهره مليونيه، اطلعوا رجوا العالم، رجوا الشارع، صيحوا مظلومين، احكي بظليمة ولدكم. ليش هالسكوت نايمين؟ خلوا نفس الوجوه ده تطلع، هي نفسها ده تطلع. نريد مظاهرة عارمة، نريد مظاهرة يتسالف بيها. ولكم والله العظيم من تشوفون مرة جاية على عربانتها ما تشتحون وانتو حال بيكم وقاعدين بالبيوت؟ طلعوا نادوا، ما حد يسمعكم، ما حد يقول اذا ما تحطون اسمعكم بعين الظالم وتقولوا له انت ظالم. تعالوا طلعوا طلعوا ويانا، احنا يوم 2/2 ونطلب منك استاذ انور ربي يوفقك ان يومي اتذكر بالموعد، موعد تظاهرتنا 2/2 يوم الجمعة بساحة التحرير الساعة من 8-9. الله يوفقكم، طلعوا شوية من وقت خادمكم. يخليك الله يوفقك، لا مثلكم مظاهرة توصلوا بالله لو كنت موجود لكون وياكم مطالب مطالبتكم وهي هاي. والله ما عند قصرت الله عند والله الله ما قصرت ان شاء الله. وارد اقول لك شغله، ارجع للزبي المخرج. لا والله ما تضيع اليوم قبل هسه على الهواء وصدر موقف، هذا الموقف اردع لنا بكل اعتزاز. انا حقيقه شفته صادر على المكتب الخاص لسماحه السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، وهذا نداء مهم جدا من سماحه السيد القائد مقتدى الصدر بهذا الوقت بهذا الوقت بهذا الوقت. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: مع قرب يوم استشهاد الإمام موسى بن جعفر روحي له الفداء المقتول في مطامر السجون من حكومة بني العباس، أجد من المصلحة المطالبة بالإفراج عن سجناء ما يسمونه بالتيار الصدري، فهو أما سجين مقاوم والسلطة الحالية تدعي دعمها المقاومة فلا داعي لبقائه في السجن، وأما بريء فهي تدعي العدل ولا داعي لاستمرار بقائه في السجن، وأما مذنب فهو قد أخذ قسطا من السجن ليس بقليل، فإذا تعهد خطيا بعدم تكرار ذنبه بالإفراج عنه فالإفراج عنه متعين، وسنعينه على التوبة ببركة أهل البيت عليهم السلام مع السعي الاجتماعي لتنازل أهل الحق عن حقهم، ولتكن أقرب جمعة لاستشهاد الإمام جمعة للمطالب بالإفراج عن السجناء. وأقول كما ذكر السيد الوالد: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنفي. إذا أنا قريتها صحيح المحنق أو المحنق، فهذه حقيقة أنا أعتبرها إذا يعني هذا المكتب الخاص، المكتب الخاص اللي بالعلامة الزرقاء، فهذا الموقف إذا صادر هسه قبل 26 دقيقة يعني وأنا بديت البرنامج، فأرجو أقول سمحت السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله هذا موقفك، هذا موقفك سماحتك لكل من قاوم المحتل ولم تتلطخ أيديه في دماء العراقيين. هكذا يجب أن يفهم من 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 يهمهم الأمر، لأن هذه الكلام وهذه الرسالة لمن قاوم المحتل الغازي، ونحن ندعي المقاومة الآن لدينا بالحكومة ولدينا بالسلطة ولدينا غيرهم من يدعي المقاومة. إذن انصف المقاومين القاوم المحتل من جيش الإمام المهدي عليه السلام ولم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، أو من أهل الغربية من أهل الفلوجة وغيرها. وهذه الرسالة يا ريت تعمم عن كل الأبرياء، الأبرياء أيضا. أخذوا من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر هذه التوصية لكم، أخذوا منا هذه الرسالة، أخذوا منا هذه الرسالة، افهموها افهموها العدالة، قيموا العدالة. إذا أنتوا صدق يلي تحكمون تريدون العدل يا عم على أرض العراق. فهذا موقف كبير
من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر اجى بلحظته اجى بوقته، تحية لك سماحتك. هي هاي الرجال هم هذول القادة اللي موقفهم باللحظة المناسبة. أم أسامة تعقيبك. والله تعقيبي انه نرجو من سماحة السيد مقتدى ان يطالب بكل الابرياء، والله الابرياء ملت السجون، الابرياء دعاوى المخبر السري والدعاوى الكيديه، المخبر السري سيء الصيت، واللي انحكم مرتين، اللي انحكم مرتين مقضي هو بالشمال بكردستان حكم منعاد عليه الحكم وهو بريء، يعني كوما ابرياء، ذاك يعني نريد الكل يطالبون بالعفو، الكل يطالبون انصاف الابرياء، مو فئه معينه وفئه اخرى، لا كل شعب عراقي واحد، والظلم توزع بالتساوي، ويا ما طلعنا وطالبنا احنا بالكل، نريد انه العدل والانصاف لكل شريحه بالعراق، ان كان سني وان كان شيعي وان كان من اي مذهب او فئه او دين. يا مسامة بس اختي، بس اختي هو رسالته هكذا تفهم، تفهم عن كل من يعني عن كل بريء، هو ده يقول البريء انصفوه، هو يعني نعم تحدث عن المقاومين، لكن هو الرساله هكذا تفهم، يعني لا يعني هو مو اكو شغله، يعني لا يعني احنا ما نحتاج واحد الا قولها شو كتبها بالنص مفهومه، ده يقول لك اخي اذا هو مقاوم للمحتل طلعه، اذا هو بريء طلعه، اذا هو انصفه، يعني هو يعني على العامة تمشي على العموم، يعني اللي يفهمها عن كل سجين بريء ايا كانت قضيته. نعم اي والله السجناء هواية بريء، هم راح يسوون نفسهم ما فهموها السياسيين، هم راح يسوون سياسيين نفسهم ما فهموها، ها هم راح يسوون نفسهم ما فهموها. لا عمي لا، موقف صريح ورجل شجاع وصريح وقالها، ونتمنى من كل عراقي غيور ان يملك من هالغيره ويطالب بالابرياء ويوقف ويصرح ويقول طالب اكو ابرياء. أني عدي اليوم مواقف على سجن الناصرية وتعقيبات قبل ما نروح أنه راح يبدون هذه رسالة سمحت السيد القائد مقتدى الصدر، هاي صورتها نعلنا ولا علنت وإحنا على الهواء مباشرة، تأييدا منه وتأكيدا على أهمية إنصاف الأبرياء، وأن السلطة الحالية تدعي المقاومة على إنصاف المقاومين للاحتلال اللي لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء العراقيين، أو من أخذ قسطا ليس بقليلا من السجن فانصفوهم، انصفوهم وأخذوا منا تعهد، يقولوا أخذوا منهم تعهد. أي والله وانصفوهم ليش ببقيهم. فتفضل يا مسامة. نعم اي والله خطوه كلش ان شاء الله موفقه، ما نسال الله التوفيق بها. ونرجع على سجن الناصريه، سجن الناصريه اللي طلع ابو مركز العراق هو من عندنا، واحنا واصلناه بهواي تقارير قبل ان يطلع، صار قريب السنه اقل السنه يعمل معانا بالتنسيقيه، سيد علي العبادي يعني من التنسيقيه، سيد علي العبادي المحترم. واصلت نعم. اني بتقارير نعم. والتنسيقيه استاذ امير والكل الموجودين سوينا فزعه ووصلنا له تقارير كامله وبالصور مدعومه للتعذيب والانتهاكات. زين راح زار السجن، المرجيه منه ان لا يصيبنا بخيبه امل مني، يقول يمجد بموظفين السجن ومدير السجن وكأنما راح زار جنة أو فد مكان كلش مريح. زين أنت شفت الناس اللي بيها تدرن، شفت الناس اللي بيها جراب ماكلهم، شفت أنه الدواء ما يدخل لهم، شفت التشميس ممنوع نهائي، يعني صار 15 أو 20 سنة أو 10 سنين ما شايف الشمس، شفت أنه الزيارات كل السجون زياراتها شهرية، اللي هذا السجن الوحيد زيارته 4 أشهر. من نقول اتصالات ماكو، تقول انه تكون العائلة جوز ارهابية او مرتبطة بالارهاب، فهل انت عرفت انه عوائل ذول الابرياء هم ارهابيين ويجب قطع؟ لا. انت تقول اني اداعي بحقوق الانسان، فان كان مجرم وان كان بريء وان كان هو ها، وتقول لازم انه بس من الواتساب من الكابينه ممنوع، فازيدك علم أم أسامة. انه لا كابينه ولا واتساب مسموح للسجناء نهائي.
طيب خلينا نحاول يعني اول شيء حق الرد, حق الرد مكفول, حق الرد مكفول للاستاذ علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الانسان. لكن اسمحي لي بس يعني اول شيء الرجل ما كان يمجد, كان ينقل حاله يعني انا كلمه انه يمجد لا امانه الله هو كان ينقل انه التقى مدير عام السجن سيد حسين الساعد يمكن اي اي اسمح لي اوضح هاي الفكره. اسمح لي ام اسامه الله يحفظك, ما كان يمجد وانما كان يقول حاله يقول اكو تعاون بالنسبه للاتصالات. وقال امانه الله ترى انا هسه انا اجريت الحوار وياه بس جاي اتذكر شوي اخذيني على قد ذاكرتي شوي همي متعب للاسف. قال انه نعم اكو حالات اكو اكتظاظ اكثر من 12,000 في اكو الوضع مو زين وضع السجناء مو جيد. لكن الاتصالات قال للي اكو بعضهم لهم عوائل برا اجانب مو عراقيين فيتم الاتصال فقط على الواتساب. اما الداخل انا سالته قلت له لكن يقولون اتصالات ماكو هذا اللي حكاه. اي تفضلي عقبي استاذ خليني اوضح. احنا ما طالبنا بالاجانب ولا طالبنا بالعرب ولا طالبنا بالاتصالات الخارجيه, احنا طالبنا بالاتصالات الداخليه ما بين العراقيين وذويهم اهلهم. من حقه انه 14 ابن بيتدرن, عندنا وحده منها صار لها 8 سنين تدرن نزل من الرئه للعظم, عندنا ولد هسه يعني هسه شويه اجيك بالكلام. ذولا ممنوعين من الاتصال ماكو. ترى الاكتظاظ اللي هو بعدين هو اشار انه بالقضاء العراقي ووزير العدل. نعم احنا نشيد بهم في حاله انه خففوا الاكتظاظ. انا من زرت وزير العدل وقعدنا وسولفنا بالموضوع, سولفنا يعني صحيح انه اذا عندك 10 بالبيت مو مثل عندك 100 الاكتظاظ. الاكتظاظ شنو سببه؟ سببه العفو الخاص ما ماشي, اللي مخلص احكامه واللي حاله خاصه واللي مريض بمرض واللي النساء والاطفال دول ما ماشي. سببه انه الواحد دا ينحكم مرتين على نفس التهمه. سببه مخلصين احكام ولكن ما عندهم افراج, يطولون هاي مساله انه طلب المعلومات وحده هو 6 اشهر. سببه الافراج الشرطي مدى ينشد. زين احنا المشاكل الافراج الشرطه هسه انا عندي بسجن بغرب, السجون الباقي على المتعاطين قاعدين يشدوا لهم افراج شرطي. تجي السجن بغرب عندنا بقاطع واحد 500 مدمن مكمل المده ودافع الغرامه وباقي. ليش محكمه بغرب مدى تشد لهم الافراج الشرطي؟ يعني انتم من تقولون اكتظاظ, انا مو ازيد الامر سوء, اعيفه بالتدرن يموت بلا دواء والرجل ما يطمئن على بيته والمرأة ما تدري بابنها. والله اكتظاظ, يدعالجوا الاكتظاظ اول. يا ما ناشدنا رئيس القضاء ام اسامه الاكتظاظ شلون يعالجوا الاكتظاظ؟ اداره السجون شلون تعالج الاكتظاظ وهذا الامر يرجع الى البرلمان والى السياسيين والحكومه باقرار قانون العفو العام والى مجلس القضاء الاعلى؟ قروا قانون العفو العام, مو هذا مدير السجن ايش يقدر يسوي؟ هو بيده, هو مسؤول عن ذول السجناء نقلهم يمه. مدير السجن اكو امور ما لها علاقة بالاكتظاظ. اكو عمو السخانات العاتلة السنة كلها ويسبحون ما يبارد, هذا ما له علاقة بالاكتظاظ. والله يا عمي صحيح, هذا ما له علاقة, ما له علاقة. تشميس ما له علاقة بالاكتظاظ. الموزين ما له علاقة. الطبابة المنعدمة, العدوية ماكو, ابو السل دا يموت, ابو السكر دا يموت, ما له علاقة بالاكتظاظ. كلام دقيق 100%, اتفق وياك 100%. المعاملة الطائفية والمسبة هم معاملة طائفية بالسجون, على ناس ما لها علاقة. اكو طائفية واحنا انا بعد انا عجزت المنظمات انا الانسانية الاهلية ما اعترف بيها صراحة. اتصالي صار لي 7 سنين انا مفوضية حقوق الانسان مركز الرصد قبل دكتورة فاتن جزاها الله الف خير, واحنا بدنا نحل المشاكل عن طريقها بطريقة حكومية امنة مع جهات امنية. عندنا مشاكل اكبر من اقدر انا اسولفها, ما اقدر احكيها بالبرنامج, الناس تخاف على ولدها. عندي اني مشاكل اكبر من ان تطرح, ما لها علاقه بالاكتظاظ, لها علاقه بالطمع ولها علاقه بالمساومه ولها علاقه بالطائفيه بالدرجه الاولى. وهذا ما اني ابلغ به المفوضيه حقوق الانسان. ما اعتمد على المراكز العراقيه هسه الجديده طالعه, الشباب كل ما مسوي له مركز, لو مره ما تكتب وتقرا حاطت لها مركز وهي نعرفها شنو كانت بالتحرير قبل. أنا إذا أجي أتفهم أروح على
فوضية، هاي مركز حكومي معترف به دوليا وعراقيا، حتى ما يقولون انه ضاعت حقنا. والكل يعرف انه من يدز مناشدة من اي سجن احلها عن طريق المفوضية، بعد ان خاب عملي بالكل قبل ألجأ أدز إلى فلان وإلى فلان، وإذا بيهم لا والله رجعت للمفوضية أشتغل من خلالها، أراعي السجون وأعرف إيش بيها ما بيها. بقى أنه تشيد يا أستاذ علي يا بالأستاذ فائق زيدان والأستاذ خالد شواني، نعم من حقك أن تشيد بالشخص اللي أنت تريد تشيد به، ولكن أنا أقول يا ما ناشدنا فائق زيدان على دعاوي يا بأبرياء، ذولا ثلاثة اللي عندهم 20 شاهد وما قدروا يوصلون لأنه من طائفة وصلوا لك أهل المقتول وبروهم، ذولاك ما بالسجون ولا جاوبتنا. يا ما قلت لك دز علي، أنا عندنا قضايا هواية، عندنا أبرياء هواية، ما حد جاوبنا. والأستاذ خالد شواني وزير العدل أيضا وعدنا كوما وعود أنه من حتى تقلل من الاكتظاظ حتى يقدرون يراعون ويعرفون من المجرم ومن البريء وحتى السجين. مسامة بس اسمحي لي، التشميس هذا حق وواجب، حق إنساني وواجب على من يتولى المسؤولية، الاتصال بأهله هذا حق وواجب، حق السجين لأنه مواطن إنسان ما جردت من إنسانيته وهذا واجب الدولة اللي ساجنته، رغم أنه هو قد يكون مسيء والأكثرية أبرياء. ثلاثة، التواصل ويا أهله ولقاء أهله. أربعة، السخانات. خمسة، الأغذية الزينة. ستة، العلاج هذه كلها واجبات تتحملها إدارة السجون. بس محيلي، إلا الاكتظاظ. تدري ليش الاكتظاظ؟ مسؤولية من يتحمل مسؤولية بإقرار قانون العفو العام. يعني شو نجمع نسويه؟ ما يرهم نجمع نسويه. يعني وزير عدل شو يقدر يسوي بالاقتضاض؟ يروح يفتح لسجن هم يقولوا له مخصصات، هم جاي يسوون سجن العمارة الجديد. لكن الاقتضاض يجب يكون الضغط لإقرار قانون العفو العام عن الأبرياء حتى ما يصير اقتضاض. يعني أنت هذا الحل. إيه عافية، وصلت يعني قصدي. وصلش قضية. يعني انت بتقولي لي يعني يا وزير عادل حل الاكتظاظ؟ ما يقدر يحله، بس طالبين اللي يقدر يحله. ونعم الافراج الشرطي، الافراج الشرطي يجب ام اسامه، الافراج الشرطي هذا مو يفترض كل ساعه تحكون به، هذه اول كلمه تقولوها. الافراج الشرطي يجب ان يتم الضغط عليه ضغط مستمر، ضغط مستمر. إفراج الشرطي هذا حسب حسن السيرة والسلوك أنا أفرج عنه، ليش أبقيه؟ تفضل. زين، إذا أنا أول وعد وعدني به وزير العدل هو الإفراج الشرطي بأن يشمل بعض من المخدرات، قال مو أنه الكبار التجار الكبار والإرهاب اللي مخبر سري واللي ما عندهم دم، هذا راح. زين، العفو الخاص اللي هم وعدنا به ماكو. زين، تصديق كتب اللي ذولا عايشين هسا عالقين، لا هم للسما ولا هم للقاع، ذولا اللي بمخيم خازر وحسن شام اللي يا ما حكيت بيهم مخلصين أحكام وقاعدين، اللي لزموهم انعاد عليها الحكم يلي تحكم بالاكتظاظ، انعاد عليها الحكم من جديد على نفس التهمة. يا قانون عراقي، يا رئيس القضاء الأعلى، يا قانون عراقي، يا قصدي بالعالم، يا قانون يسمح أن يتحاكم الفرد على جريمة مرتين، هذا منافي لكل القوانين. هو أخذ عقابه، شلون ينعاد عليه وبطريقة بعد أصعب؟ إذا قضى 5 سنين هالمرة راح تنعاد عليه 15 سنة. يا ما ناشدناك، يا ما ناشدناك وما استجابتنا، استجاب لهاي المظلومين والله العظيم راح يبدي إضراب. وإذا ما قر العفو العام بعد إحنا ما علينا، اللهم بلغت، اللهم فشهد. الولد طقت روحها، طقت يعني فوق الاكتظاظ، غرفة 4 في 4، يعني غرفة صغيرة، غرفة كلش صغيرة بيها 28، قامت الولد ناس تقتل الناس،
اللي هذا ما نسولف احنا بالاعلام، قلت لك اكو امور ما نقدر نحكيها من سببها الاكتظاظ، حالتهم النفسيه ساعت الغلايه اللي يغلي بيها ما يقام يحرق بيها صعبه، شالوا الغلايات هذا مو حل، قاموا يضربوهم بغير شيء، الولد ده تتكاتل، يعني ذاك اليوم محاولتين انتحار بسجن التاجي والله ستر، الى متى هذا يعني؟ ويقول لك اكتظاظ، انتوا لا فاكين الاكتظاظ، لا مسوين عفو عام، لا مطلعين الابرياء، لا مسوين اعاده تحقيق، شوي يعني تردون وتصيحون اكتظاظ ودا يزيدون، دا يزيدون ما دا يقلون، ترى طوفان المخدرات جاي، دا اقولها لحد يغطي عينه ويقول ماكو هيك شيء، لا جاي، اخاف هسه الاكتظاظ صار 400%، فبعد يمكن يبيتوهم بالساحات يقومون، لو اذا ظلوا يتبنون سجون، قروا العفو، عيدوا المحاكم، الاعدامات ذولا عيد عليهم، اغلبهم ابرياء، احنا ما نقول المجرم اللي لازم لزمه بالجرم المشهود، احنا نحكي بالابرياء. وانا بس بدي احكي، تعال زبي المخرج تعال. فيما يخص تصديق الأحكام الصادرة من محاكم كردستان العراق اللي هو إقليم دستورياً تابع إلى العراق، إدارياً إلى حكم ذاتي بصلاحيات معينة، لكن هذا غير قانوني وغير شرعي وغير إداري وغير نظامي، أن أنت لا تعترف بالأحكام الصادرة بالإقليم، فصادقوا الأحكام اللي صادرة من محاكم أربيل وغيرها، صادقوها يا المحاكم الاتحادية العراقية. هذا لربما الأمر يحتاج يطلع زلمة أو تطلع مرة أخت رجال من البرلمان، زلمة زلمة حوك، لو أخت رجال من البرلمان وسوي كتاب، سوي كتاب رسمي إلى وزير العدل، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، نسأل ليش ما صادقوا الأحكام؟ هيجي الراد، أنا مواطن يا عمي، بس والله سووها لله، أما أرجع أقول سووها لله، تطلع مالا اخت رجال تكتب وتطلع بالدائره البرلمانيه الاعلاميه تقول عما انا طالبت، ليش ما صادقوا الاحكام؟ راح يطلعون يحكون عليها الذباب الالكتروني، يا عم الذباب الالكتروني حتى على رب العالمين استغفر الله حكوا، ايش بيكم يا حظي؟ بس خايفين من شنو؟ انتم صرتوا فيسبوكيه، انتم صرتوا فيسبوكيه تخافون من فيسبوك؟ لا عمي كون رجال واقفوا عند هالموقف وطالبوا بالمصادقه على الاحكام، ماكو ولا واحد من كركوك يسويها؟ ماكو واحد من الموصل يسويها؟ ماكو من واحد من صلاح الدين يسويها؟ افا عليكم، افا عليكم، زين مو نسوان اذا ما سويتوها، نواب ونائبات من كركوك ومن الموصل ومن صلاح الدين، لان اكثرهم عندهم احكام من هاي المحافظات. افا عليكم اذا ما سويتوها. تفضل ام سامر. يعني ذولا هو انا اردحك على نواب الموصل، نواب الموصل ونواب تكريت ونواب كركوك، ذيك المناطق كل واحد شارب شمتنا وعقالش كبره، ما بيكم تنجون هالامهات وتشوفوهن والله يعني امهات مقعدات مقرمات يصيحن ويستريحن ولدنا هالواحد وانحكم وكمل حكم ورجعوا وعادوا عليه الحكم، لو ابني بالمخيم ما اقدر اجيبه، من اجيبه ينعاد عليه الحكم، بس انه هذول ما يطببون فلوس بجيوبكم فما تطالبون بيهم، ما يعني تقيسون الامور شلون ما ادري، مخافه الله ما عندكم؟ دخافوا من لم يهمه امر هذه الامه لستم منها، ايش بيكم خايفين؟ اطلع واصدق احكامهم واشوف الناس ليش عايشه هناك؟ ليش ابو كردستان طاح 5 سنين؟ لو شايفه فعلا ارهابي وفعلا مجرم ما يحكمه 5 سنين ويطلع، بس لانه حدث ولانه ما عنده دم، شلون يجي النوب ينحكم مرت الاخ ببغداد؟ هل بغداد هي اكثر يعني فهما من الاقليم؟ وشنو هالاختلاف؟ الاقليم غير دوله؟ غير احنا دوله واحده؟ ايش وقت تصدقون كتبهم؟ بعدين اكو تصريح لعلي العبادي يقول انا شاهدت فعلا اكو ارهابيه بسجن الناصريه، انت شاهدتهم؟ هل عدت عليهم التحقيق؟ شلون شاهدتهم وقيمتهم ارهابيين؟ اريد اقول لك واحد من الارهابيين مسامه يرحم والديك، احنا الاستاذ علي العبادي شخصيه محترمه، اريد اشوف واحد من الارهابيين. لا ما نريد تصير يعني ام اسامه بيناتكم، انتم بطريق واحد بسفينه واحده بمركب واحد، هو الرجل نقل مشاهداته وايضا طالب، هو ايضا هسه يقرا بصمه صوتيه، هسه يقرا بالتعليقات يطالب
مجلس النواب باطلاق سراح الابرياء، ويعني يعني انتم على خط واحد. انا هذه السجالات ما كيفي، يعني احنا مركب واحد. انا من يقول شاهدت انا على هالكلمه، يقول شاهدت يعني فعلا ارهابيين موجودين بسجن الناصريه. اريد اقول لك واحد من الارهابيين المحكومين اعدام هو دكتور، عنده دكتوراه بالهندسه، عنده مؤلفات، عنده اختراع وبراءه اختراع، يجب المرتبه العاشره من المخترعين العرب بالعالم، بالمرتبة العاشرة. اجا من الخارج عنده براءة اختراع، رادوا يشتروه ما باعه، قال دولتي اولى بي وانا طالع على نفقة الدولة. خلى شافه واحد من الارهابية المحكومين اعدام، اجا من المطار اخذوه، من اخذوه عذبوه، انكسرت جمجمته وانكسر خشمه وانكسر كتفه وانكسر حوضه. فاتوا فجأة الامريكان شافوا هالانسان، صوروه وقالوا لهم هذا انتهاك وهذا تعذيب، لكن الصورة عند الامريكان. وين صار هالسهالة؟ هذا الانسان المخترع اللي عنده مؤلفات بسجن، هذا الإنسان هسه بسرطان ودا ينزف صار لأربعة أشهر بالسجن، لا مخابر عائلته، لا بالسجن مع الناصرية محكوم إعدام، لا مخابر عائلته. أنا من يحترق قلبي لأنه أنا على اطلاع مباشر بيهم، أعرف الموجودين هناك. هذا عنده مشكلة أمي، هذا عنده مشكلة، مشكلته يفتهم، مشكلته عنده عقل، مشكلته أنه مخترع بالمرتبة العاشرة بالعالم من العلماء، هسه محكوم. هذا ما يدري بي وزير عدل، وزير عدل ما يعرف بقضيته دكتور خالد شواني، رئيس الوزراء ما يدري، سيد محمد الشيعة السوداني، رئيس مجلس القضاء الأعلى سيد فاق زيدان ما يدري بقضيته ويناقشها ويقول أخوي تشجابك إذا أنت تفتهم شلون صرت بالقضية، ويناقشها ويقدم رأي للرأي العام. هاي افترض تنقل، هاي تفترض تنتقل هاي القضايا، تعرفين وين تنتقل؟ هاي تفترض تنتقل للإعلام الأجنبي، تفترض تنتقل للإعلام الأمريكي، للإعلام الأوروبي، للمنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. وينكم يا الأفندية العراقيين برا، منظمات حقوق الإنسان؟ هاي الحالة تصبون مسامخ وتفاصيلها وانشروها بكل الصحف العالمية، بكل وكالات الأنباء الأجنبية حقوق الإنسان. هاي بالعراق ما تفيد. هاي الحالة حاليا مصاب بالسرطان، بالسرطان القولون، ودا ينزف ونزل 30 كيلو من وزنه وما عنده دواء، واهله ما يقدرون يوصلوا، واهله ما يقدرون يخلوه. نقدر ناخذ اسمه؟ لانه ارهابي. نقدر ناخذ اسمه لو صعبه؟ واذكر والله اللي على الخاص انا اعطيك اسمه. لا ما اريد على الخاص، انت والدوله هو عالم، انت والحكومه والواحد اتصل بك من المنظمات الدوليه، ما أرد أبحث، هي المنظمات راح تتصل بك. شكرا لك أم مسامة، انتقل الأسبوع الجاي. اي لا خلنا نذكر، لا خلص الوقت، خلص الوقت الحماديش، خلص الوقت. التظاهرات يوم 2 بشهر ان شاء الله. شكرا أم مسامة. انا أرد أذكر فقط على السريع بموقف سماحه السيد القائد مقتدى صدر عزه الله بالتغريده التي اصدرها المكتب الخاص لسماحته ونحن على الهواء مباشره في الحمله الوطنيه الشعبيه لاقرار قانون العفو العام من برنامج استوديو التاسعة. سماحته يطالب الحكومة بإنصاف السجناء ممن قاوم المحتل، فإن كان بريء فيجب إطلاق سراحه، لأن الحكومة تدعي العدل ولا داعي الاستمرار في بقائه في السجن، وإذا كان مذنب فقد أخذ قسطا من السجن ليس بقليل، وأن يؤخذ عنه تعهد خطي بعدم تكرار ذنبه في الإفراج عنه متعين. ويدعو إلى أن تكون أول جمعة قريبة لذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام جمعة للمطالبة بالإفراج عن السجناء. وقال وأقول كما ذكر السيد الوالد، ما ضرك، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. انتهى الكلام، مع السلامة.